أقول أنا فاقد البيجر حقي، شيك عليه في الغرفة عندك فوق. صار عندك بيجر، بيجر أنا وبيجر خلت صادركم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحد بيجرني؟ والله ما أدري متى. والله ما أدري. شو ما تدري؟ أحد اتصل علي أمس؟ كم رقم البيجر؟ والله ما أدري كم رقمه. شو ما أدري؟ صح، ما أعرف رقم البيجر. الرقم الثاني. ألو. ألو، مرحبا. أهلا. أحد بيقرني؟ نعم. أحد اتصل على البيقر قبل يومين؟ الرقم اللي عندك كام؟ أربعة ستة أربعة ثلاثة أصفار اثنين. أيوة صح، ده رقمنا. طيب أخوي، أنا كنت مسافر، يعني ما تذكر متى اتصلتوا؟ متى اتصلتم؟ أنت مين؟ أنا واحد. يا راجل كنت فاكرك اثنين. إيش ده؟ ريجي جيجي. لقيتيه؟ طب وين بيروح يعني؟ ابى افهم. طيب انا طالع اشيك عليه في السياره وراجع. شرطة. أقول أنا ما نسيت البيجر عندك. لا هو ضايع. إيه يا رجال، من ذيك الليلة اللي كنا فيها عندك. طيب دوري في السيارة، في البيت، في أي مكان. دورت عليه في كل مكان ما لقيته. أقول لك شوف، اتصل على البيجر وبتسمع النغمة ودوري يا في البيت يا في السيارة. والله صحيح، بس أنا خايف إنه يكون على الهزاز. ما أدري والله، بس أعتقد إنه على النار. عموما أنا بسكر وبتصل الآن على البيجر. يلا سلام. اسمعي، أنا سويت بيجر. أنت إذا رن عندكم في الدور الثاني اسمعي، وأنا تحت. ها يلا.
الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احد مبيجرني؟ سام؟ احد اتصل على البيجر؟ لا لا مالك لواء. ما هو برقمك 4712312؟ اي صحيح، بس متى جاك البيجر انت؟ جاني من شوي. لا لا انا ما بيجر احد، بس لا يكون الرقم هذا اللي طلع عندك يمكنه مدخل ادخال. مالك لواء، الرقم بين قوسين يعني من عندكم. لا لا انا ما بيجت الا انت كم رقم بيجرك؟ الحقيقه انا كنت مسافر، ويوم اني سافرت نسيت الاربعه الارقام الاخيره من البيجر. اربعه ثيران تعطاك سارق بيجري يا الخبيث. ما سرقته انا، البيجر بيجري انا. اسمع اترك عنك اللف والدوران، سارق بيجر يعني سارق بيجر وتجيبه يعني تجيبه، فاهم ولا لا؟ انا ما سرقته، انا لقيته في ارض الله الواسعه. ارض الله الواسعه تقعد تاخذ حلال الناس؟ وبعدين هذا البيجر اللي عندك هذا له صاحب يا الحبيب. هذا انا دخت لين لقيت البيجر هذا، تدري ولا لا؟ 6000 ريال دافعها دفع. لا وبعد من زين الطبايع ولك وجه، احد بيجرني؟ عاد احد قال لك ضيع بيجرك؟ احد قال لك ضيع بيجرك؟ اعقل يا رجال، لا حوسك حوس. اسمع، ترجع البيجر لا اوديك 60 داهيه. الله عجيبه، احد قال لك ضيع بيجرك؟ الله يا عجيبه، ايش ذا النشبه هذا؟ واحد اثنين هذا رقمه. البيجر باسمك؟ الحقيقة مو باسمي. إذا صعبة ما نقدر نغيره أو نوقفه إلا في حال طلب من مالك الأصلي. يا اخوي انا معطيه فلوسه وقايل له يغيره باسمي ووافق. اتصل عليه يقول لي هل انه مسافر ولا انه موقف النقل. والله ما نقدر نسوي شيء. يا اخوي ملكي، البيجر ذا ملكي. يا اخي والله عارف، والله عارف، بس ما نقدر نسوي شيء.